انتفضت يمنى في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنسان. وخيال أبيه في الأحلام يوقد في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص، يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد.